أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة بعد الزواج أن تتنازل عن اسمها العائلي وتأخذ اسم زوجها كما هو الحال في الغرب؟ هذا لا يجوز، الانتساب إلى غير الأب لا يجوز، حرام في الإسلام، حرام في الإسلام أن المسلم ينتسب إلى غير أبيه سواء كان رجلاً أو امرأة، وهذا عليه وعيد شديد وملعون من فعله، اللي ينتسب إلى غير مواليه أو ينتسب إلى غير أبيه، هذا لا يجوز أبدا. نعم.